كشف حساب الميت يوم قدمه الدكتور مرسي بالأمس في احتفالات أكتوبر، وملف النهاردة هو الطاقة أو الوقود. هل تم حل مشكلة الوقود؟ هل في تحسن في أزمة الوقود في مصر في خلال 100 يوم؟ دكتور مرسي قال أن 75% من المستهدف حله قد تم التواصل إليه بالفعل، وأنه قضية أنابيب البوتاجاز 85% من مشاكلها اتحلت، وأعلن عن ضبط عدد من العصابات وعدد من قضايا التموين وما إلى ذلك. 80% قال أن من الدعم يذهب لغير مستحقين، يعني اتكلم بشكل مستفيض عن قضية البترول وعفوا الوقود ودعم الوقود. وخلونا نسمع رأي الناس. أسامة من اسكندرية، اتفضل يا أسامة. مساء الفل، السلام مساء عليكم. مساء النور، اهلا بيك. عليكم السلام. والله الدكتور مرسي هنتفق هنختلف على ادائه، ولكننا اكيد هنتفق على انه مواظب على ادهاشنا خلال ال 100 يوم اللي فاتوا. احداث زي التخارج الامن مثلا مع المجلس العسكري وخلافه، هنتفق على تعاطفنا معاه من هول وعظم المسؤوليه، هنتفق على صعوبه تخيله وتصوره بشكل غير مشرف، يعني انه يبقى فاسد او بيدير نظام فاسد. وكلنا شفناه في اللحظات الاولى للحكم بيقول اطيعوني ما اطعت الله فيكم. انا بفهم ان حد بيقول ان الكلام في مصر ما فيش عليه جمرك، وان كل واحد في مصر بيقول اللي هو عايزه اعتمادا على حاجات كتير. طيب هل حضرتك حسيت بتحسن في ملف الطاقه، ملف الوقود بالذات؟ اكيد. ايوه طبعا. طيب. في هقول لحضرتك، شوفي، هي الحقيقه ان الكارثه كبيره، واحنا اللي احنا فيه دلوقتي هو حقيقه هو ثمار عهد مبارك ونظام مبارك العصابي. انما اكيد طبعا في جهود بنحس ان هي جهود مخلصه. بصي هقول لك على حاجه، اهم حاجه بتحسي ان في امل مشرق. يعني لازم نصبر شويه. وكمان مهم قوي في موضوع الطاقه ده بالذات، دي نصيحه للدكتور مرسي ورجاله، يعني لازم الاعتماد على الطاقات البديله. احنا عندنا في النظريه عندنا الفرن الشمسي ده جميل جدا وزهيد التكلفه، ممكن قوي وممكن قوي فعلا نعتمد عليه. انا ما اعرفش ليه احنا الطاقه البديله. شكرا يا استاذ اسامه، لكن اسامه يشعر بالامل. امنيه من القاهره، اتفضلي يا امنيه. مساء الخير يا مدام. مساء النور، اتفضلي. والله انا مش مع الاستاذ اسامه الحقيقه. انا مش حاسه باي امل. يعني ليه؟ انا لا شايفه ان في اتليست يعني يبقى في استمراريه. هل الموضوع هيفضل يعني محلول دلوقتي شويه، مع ان المساله برضو مش زي ما هم بيتكلموا؟ الحقيقه انا خايفه عليه من التقارير المزوره، زي كان النظام السابق، واتسيمز انه كان بيجي لهم تقارير للرئيس. حاسه ان الارقام اللي قالها امبارح مبالغ فيها شويه جدا 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 الحقيقه، ومش قادره اشوف يعني اقيموها ازاي. ما هو يفهموني 70% و40% و60% ازاي، يقولوا لنا الارقام دي مبنيه على اي اساس عشان نصدق. لكن يطلعوا يقولوا ارقام جزافيه كده، مع احترامي الكامل للدكتور مرسي، انا مش مصدقه الارقام دي. كل حاجه غاليه، انا ست فوق الطبقه المتوسطه بقيت اعاني. ما يقوليش الحاجات دي الدنيا اتحلت والدنيا لطيفه. والحين امبارح انا كنت حزينه جدا باحتفالات اكتوبر، واللي في الاستاد كلهم اخوان مسلمين، يعني يدخل بعربيه في وسط ولاده واخوان المسلمين. فين اكتوبر بتاعتنا احنا المصريين، احنا كلنا فين الاسر الشهداء، فين الاحتفالات بتاعه المصريين؟ احنا باي اساس هم يحتفلوا ب 6 اكتوبر؟ حقيقي كان منظر مستفز جدا جدا. انا حزنت، انا بكل سنه بحب اتفرج، انا ست كبير عندي 41 سنه، كنت بحب اتفرج واعيط واتاثر. امبارح بقت الشعور مختلط جدا عليا، لان عارفه انبسط ان احنا بنحتفل ب 6 اكتوبر ومنهاره من ان هم بيحتفلوا باماره ايه؟ باماره ايه؟ معلش مع احترامي، واحد زي الدكتور سعد الكتاني يدخل يحيي الناس بصفته ايه؟ بصفته ايه؟ واحد رئيس مجلس الشعب المنحل ليه؟ ده شعور مستفز بيستفزوا الناس. وانا مش شايفه ان في اي تحسن ولا في بارقه امل، مع احترامي للاستاذ قدامك، ولا اي حاجه من دي خالص. شكرا يا امنيه. ناصر من اسكندريه، اتفضل يا ناصر. ازيك يا استاذ، عامله ايه؟ ازيك انت يا ناصر، اهلا بيك. انا عايز ارتبط بمثل المعلقين يا استاذ، ولا بمثل مقدمي البرامج، يعني بجد فضل. يعني اتفضل، الله يخليك. الله يبارك لك يا استاذه. انا مش مع الاستاذه امنيه خالص، يعني لازم تتفائل، احنا متفائلين. وبعدين يا ريت الناس تشتغل زي ما الدكتور مرسي شغال، يعني انا شايف الراجل ده بيدي عنده طاقة غير عادية. احنا بنتكلم ما بنشتغلش يا استاذ، قاعدين على الفيسبوك وقاعدين على التويتر وقاعدين في النهارده الناس في الشارع بيتكلموا، بس مين بيشتغل؟ مين بينتج؟ النهارده الناس اللي عاملة الفئويات دي، هل الناس دي لما مرتباتها تزيد هل هتتلوغ من الشغل برضه؟ هتمضي وتمشي؟ كل موظف عنده تاكس وعنده مصلحة بره هيروح يعملها ويسيب شغله، ولا هياخد زيادة وهيقعد يشتغل؟
ده كلام يا استاذه الناس ده سؤال مهم جدا. لو زودت مرتبك هتزود مرتبك وتروح تشتغل بره بره برضه؟ ده سؤال مهم جدا يا ناصر. اشكرك. سالي من اسكندريه اتفضلي يا سالي. الو. ايوه. اي مساء الخير. مساء النور يا سالي اتفضلي. بالنسبه بقى الموضوع اللي يعني انا سمعت التليفونات اللي جت قبلي وعايزه اقول حاجه مهمه قوي. احنا بنتكلم على الشغل وبنقول احنا ما بنشتغلش واحنا ما بنعملش. صحيح. انا في اسكندريه وفي منطقه ميامي بقالي 5 ايام ما عنديش ميه. دي برضو من ضمن الانجازات. في ميامي ما عندكيش ميه؟ ما عنديش ميه بقالي 5 ايام من يوم الاربعاء اللي فات. دي من ضمن الانجازات برضو. افهم بس. ده سؤال مهم جدا. على فكره مش منطقه ميامي، منطقه ميامي والمندره والعصفره، بس انا ما اعرفش ليه ما حدش بيتكلم يعني. ليه يا سالي ما عندكوش ميه؟ ما تسالنيش لان انا نفسي مش عارفه، كل واحد بيقول حاجه شكل، في ناس تقول في ماسوره ومكسوره مش عارفه فين، وفي حد بيطلع يقول لا هي موجوده بس في ضغط، مش عارفه انا نفسي مش فاهمه في ايه. لا في ضغط ولا في مصايتين دلوقتي ولا في حاجه. الناس ده سؤال بنوجهه ل ل ل لشركه الميه. شغلها الصبح وانا من الساعه 8 الصبح ما بلاقيش ميه. طب لما اشتكيتوا في شركه الميه قالوا ايه؟ هنشوف طبعا. لسه احنا مش عارفين، اصل احنا ما نعرفش يعني. بيردوا عليا كان اول مره يسمعوا الموضوع وحالا هينزلوا يشوفوا ايه المشكله اللي يا جماعه. ميامي والمندره ما فيهمش ميه. والعصفره وكل الجزء ده بقى. ما فيش ميه بقالهم 5 ايام. لا عارفه اشغل ولا اغسل ولا عارفه استعمل يعني. الدنيا بايظه عندي. مش عارفه اعيش. طبعا اكيد. شكرا يا سالي. سالي ما عندهاش ميه في ميامي والمندره والعصفره. ده سؤال مهم جدا. ليه ما فيش ميه في ميامي والمندره والعصفره؟ محمد من القاهره اتفضل يا محمد. الو. ايوه يا فندم مساء الخير. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا فندم. استاذنك محمد حميد من مدينه السادات. اهلا وسهلا. صغيرة. الكلام اللي اتقال امبارح يا استاذه الكلام ده احنا قطاع صناعه احنا مضرورين منه والكلام ده كده. او وصل للرئيس غلط. عندي الجهاز المصانع نصها بيتوقف عشان الجاز. بندفع فلوس عشان ناخد جاز عشان مكن البخار والمكن الغليات وهذا الكلام ملوش اللي اتقال امبارح ده ملوش اساس من الصحه. انا بيبقى عندي والعيش عندي سايق في مدينه السادات وميه الشرب بايظه. الكلام اللي يعني انت شايف ان المؤشرات اللي اتكلم عليها دكتور مرسي دي مبالغ فيها مش حقيقيه. دي كاذبه. لا بلاش كاذبه بس عشان ايه؟ هذه المؤشرات اللي جايه للرجل يعني ما هو هيجري يا استاذ المؤشرات الناس دي اللي هم اللي بيبطنوا بتوع البطانه. طيب شكرا يا محمد. ممدوح من القاهره اتفضل يا ممدوح. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك. يعني سريعا بالنسبه للاستاذ سالي في اسكندريه ما هي مش موجوده في مناطق كتير في فيصل. على رايك مثلا يعني. وبعدين يعني انت قلت كلمه حكمه امبارح الرجل شق على نفسه بال 100 يوم. ده حقيقي. يعني احنا نقول هو عنده فتره 4 سنين في نهايتهم في محصله كلنا نقدر نسمعها نشوفها. في حاجه ثانيه عايز اقولها لحضرتك. اتفضل. بالنسبه لوزير الكهرباء. ايوه. من 5 ايام او 6 ايام تصريح في الوطن وفي المصري اليوم انه هيدي 30 ميجا وات لغزه. ايوه. 30 ميجا وات دول هم اللي بيأثروا علينا النهارده. عمرو خالد في حديث في المصري اليوم قال فيه في مصر ناس اشد حاجه وعوز من اللي موجودين في غزه. ده حقيقي. فيعني لازم ندرس الامر صح. لازم ندرس التصدير يعني طبعا مسؤوليه ناحيه الفلسطينيين مسؤوليه المسؤولين يا استاذه انهم يعني ما يبقاش عندهم عفوا يعني ايه سيل من التصريحات اللي هي تؤذي الجماهير. ايوه. وده بيأثر على شغل الرجل اللي هو عايز يعمله. دي نصيحة. شكرا يا ممدوح. بالتصريحات المسؤولين بتؤثر على عمل الرئيس اللي بيحاول ان هو يا جماعه يا معلش بس عشان بيقول هذه ارقام كاذبه وهذه ارقام دي ارقام من وصلت الدكتور مرسي اكيد من دراسات او اكيد من الحريه والعداله او من مكتبه الرئاسي عشان بس نكون دقيقين في توصيف الامور. ساميه من القاهره اتفضلي يا ساميه. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك. دلوقتي بالنسبه لل 100 يوم حضرتك. ايوه. انا نفسي الاقي احس شويه ان في 100 يوم حصلوا. ده هي الثوره من ساعه ما قامت زي ما هي. كده كويس؟ وبعدين انا عايزه اسال بقى فين 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 اي حاجه قالها الرئيس مرسي اتعملت؟ مفيش حاجه خالص في البلد، البلد زي ما هي من ساعه ما الثوره قامت. ما هي برضه ال 100 يوم دي فترة قليلة يعني ممكن ما يعرفش يحل فيها كل هذه المشكلات في 100 يوم بصراحة يعني.
ما هو كلام حضرتك صح، بس النهارده انا النهارده انا في ظواهر، ظواهر يعني اشوف ان فعلا المرور في الشارع في انتظام. انا بمشي بالعربيه حضرتك بلاقي الناس ماشيين عكس السير لغايه دلوقتي، وبعدين لو حضرتك اتكلمت وقلت له ما ينفعش كده ما فيش حد ولا تشوفي ولا واحد بتاع مرور واقف. اشارات يعني عايزين نشوف اشارات وبوادر انفراج لهذه الازمات. شكرا يا استاذه ساميه. دكتور حسام عرفات رئيس شعبه المواد البتروليه باتحاد الغرف التجاريه، مساء الخير يا دكتور. هل الأزمة الوقود، يعني امبارح الدكتور مرسي قال ان 75% من المستهدف خلال ال 100 يوم تم انجازه، بعض المواطنين بيقولوا لا مش حاسين، وبعض حاسس بهذا التحول، امتى أزمة الوقود في مصر والمشتقات البترولية تنتهي؟ الاول اسمحي لي احيي حضرتك واحيي الساده المشاهدين، واسمحي لي برضو ما علقش على كلام الدكتور مرسي امبارح، لان الحقيقه هيبقى صعب التعليق ولا يجوز لي التعليق في الوقت الحالي، لان الحقيقه الكلام امبارح كان كلام عام اكتر من انه متخصص. انت شفته كلام عام برغم ان الناس كتيره شايفه ان هو داخل في تفاصيل كتيره جدا. برضه كلام عام، وبالذات في مجال الوقود او في مجال المواد البتروليه عموما، الكلام ده محتاج تخصص قوي زياده عن اللازم، ومحتاج معلومات دقيقه اكتر من اللي اتقالت امبارح. هذه المعلومات اللي تم طرحها امبارح دي معلومات عامه من باب لا تقربوا الصلاة، يعني فقط مجرد أرقام وخلاص، لكن المهم يبقى فيه الأرقام دي ليها دلالات. للأسف الشديد امبارح، وأنا الحقيقة يعني أنا مصاب بصدمة من امبارح من ساعة اللي سمعته في الكلام، لأنه للأسف لم يتطرق إلى ناحية فنية متخصصة ذات شأن في هذا المجال. أبسط الأمور، لم يأخذ القائمين على هذه العملية، وخاصة إذا عرفنا أن كل البيانات المطروحة أو اللي تم الادلاء بيها امبارح كلها بيانات خاصه بقطاع الله اعلم بيه، اعتقد ان قطاع البترول مش طرف في الموضوع ده، لان هذه الارقام ارقام بعيده كل البعد عما يحدث في الشارع او عن امكانيات القطاع البترول. مش منطقي ابدا انا اتكلم في 120 الف اسطوانه، هي دي كل انتاجي في مصر، انا بشتغل كل يوم احنا بنصارب المليون اسطوانه، ايه علاقه ال 120 الف بالانتاج كل يوم؟ احنا فين من المنظومه دي؟ هل تم الاستعانة بالناس القائمين على هذه العملية عشان نشوف احنا فين؟ هل احنا تم الاستدعاء لينا القائمين عليها سواء شعب العمل او منتسبينها او غيره او غيره عشان يشوف مدى تحقيق هذا المنتج؟ احنا العبرة بالشارع حضرتك النهارده، سواء في المواد البترولية السائلة او بالنسبة للبوتاجاز، ماذا عن الصعيد؟ ماذا عن وجه الابل من ذاتا من الفيوم ونهاية باسوان؟ اعتقد ان هذه المحافظات او الوجه الابل تحديدا تقف من حسابات رئاسة الجمهورية. ايه دليل الواقع اللي احنا فيه؟ اتحدى حد يقول ان محافظات الوجه الابل هو كل العبره اللي طلعت امبارح ان في اربع مستودعات في اسيوط وان في مش عارف مش عارف اسطوان، هو ده اللي احنا يهمنا في الموضوع ولا يهمنا استواد الاعظم؟ بيتعاملوا معاه ازاي؟ الناس دي بيوصل لها حجم كميات من البنزين والسولار والبوتاجاز قد ايه؟ محدش ذكر لنا الكلام ده كله، وبالتالي النهارده ما ينفعش كمان ان عم ما اقول ان السريح لما بياخد كميه من البوتاجاز النهارده بسعر عالي فبيبيعها بسعر عالي، ولو خدها بسعر اقل ياخدها بيبيعها برقم اقل. كل هذه عباره عن يعني مش عارف اقولها ازاي الحقيقه، حتى لا تحسب عليا. أيوة. انا بقول كلمه كده ولا كده احاسب عليها بعد كده الله اعلم، لكن يعني ارجوكي توصلوا صوتنا للساده المسؤولين، ما زال هناك الكثير والكثير في مجال المواد البتروليه، اتمنى ان يتم تحقيقه على ارض الواقع، اذا كان في 100 تانيين 100 يوم تانيين ولا حاجه، ولا في مقترح بحاجه في 100 و100 و100 و100. شكرا يا دكتور حسام. دكتور حسام عرفات رئيس شعبه المواد البتروليه باتحاد الغرف التجاريه. نادر من القاهره، اتفضل يا نادر. مساء النور يا فندم. مساء الفل. بعد انا طبعا بحيي حضرتك على البرنامج العظيم اللي حضرتك بتقدميه، وبعتبرك احسن مقدمه برامج. ربنا يخليك. اشكرك. ربنا يخليك. اتفضل. حاسس بتحسن في الحياديه؟ ربنا يخليك. حاسس بتحسن في الوقود يا نادر في موضوع الطاقه؟ بالنسبه بس حضرتك الاول، بالنسبه حضرتك بتقولي لل 100 يوم ان هم قليلين. بالنسبه حضرتك لموضوع ال 100 يوم، الرئيس مرسي هو اللي قال 100 يوم. ده حقيقي. ويسال عنها. ده حقيقي. فدي بتاعته هو. بالنسبه حضرتك لموضوع الوقود. اسف، احنا مالين الانبوبه امبارح ب 40 جنيه. مالين جايبين انبوبه ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. انت منين؟ انت فين يا ناصر؟ منين؟ من شبرا، من منطقه شبرا. ب 40 جنيه. بالنسبه حضرتك لموضوع المرور،
انا حضرتك عشان اروح لشغلي باخد من شبرا لجسر السويس اكتر من ساعة وربع. ده بالنسبة حيك لموضوع المرور. بالنسبة حيك لموضوع الامن قد يسأل عنه الواقع والشارع، واذا كنا قبل الثورة كنا بننزل وبناتنا بينزلوا الساعة 9 و10 بالليل و12 بالليل، ما كناش بنفكر ان احنا نخاف. صحيح. لا النهاردة بقينا نخاف. بالنسبة لموضوع النظافة حضرتك انا هقولك انزلي شارع واحد بس. لا. شارع احمد حلمي. وليه احمد حلمي فين؟ في المهندسين في الدقي طريق سريع. بالنسبه حق الرغيف العيش لا حدث ولا حرج، انزلي حضرتك شوفي الرغيفه بربع جنيه عامل شكله ازاي. شكرا يا ناصر، اوجزت وقفت. نادر، عفوا، شكرا يا نادر. مدام وسام، مساء الخير يا مدام وسام، اتفضلي. وسام، فيش وسام معانا؟ ايمن. ايوه استاذ ايمن اتفضل. مساء الخير يا استاذ. مساء النور يا فندم، اتفضل. يا فندم احنا يعني انا شايف، انت حضرتك شايف اراء الناس اللي اتكلمت كلها، وتقريبا ثلاث ارباع الناس اللي هي اللي هنقول اللي هي المؤيده للدكتور مرسي، لما احنا هنيجي نتكلم ونقول الحقيقه الواقع اللي هو موجود في الشارع قدام الناس هنبقى احنا فلول وحزب وطني، واحنا قسما بالله من الناس اللي كنا مؤيدين للدكتور مرسي وقلنا نديله الفرصه. احنا انا بقسم علانيه يعني. فطبعا سعادتك انا شايف ان الموضوع زاد عن حده خالص يا استاذ لميس. احنا شايفين الداخليه بتطلع تصريحات وتقول لك ده احنا عملنا ومسكنا 50,000 هارب ومسكنا 20,000. فين مباحث التموين اللي تنزل تشوف الطماطم ب 7 جنيه في السوق يا فندم؟ فين الرقابه يا فندم من الداخليه؟ وسعادتك انزل المرور شوف العساكر وهي نايمه جوه الجوامع وسايبه الشوارع، العربيات عماله تخبط. بس 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 ملف الامن بالذات اتحسن شويه يعني، ما نقدرش نحس ان هو هذا الملف بهذا السوء يعني. انا كمواطن حاسه انه في تحسن في موضوع الامن. يا استاذه لميس يمكن عين حضرتك غير عيني انا، يمكن انا رؤيتي غير المنطقه في نفسها يا فندم. وعايز حضرتك انت تتكلمي عن المدن البتروليه يا فندم وعلى الحاجات اللي حضرتك بتتكلمي عليها. انزلي شوفي البنزينات يا فندم على الكورنيش في اسكندريه، العربيات وقفت طول الكورنيش عشان خاطر تمون ساعتك، وتفضلي شوفي الازمات بتاعت التموين بتاعت البنزين والسولار يا فندم. فين التحسن؟ واحنا بنقول ان احنا مش ضد الدكتور مرسي، احنا بنقول راجل طيب وراجل كويس، بس احنا كنا عايزين، احنا كنا يعني مش عارف اقول ايه يا استاذ لميس، الواحد حزين على البلد بصراحه، انا ما عنديش كلام ثاني اقوله. شكرا يا ايمن. وسام، مدام وسام اتفضلي. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم، بحييكي على البرنامج بتاعك وعلى حياديتك وعلى انك فعلا بحس انك انت الصوت بتاعنا والعين بتاعه كل المصريين. اشكرك. حاسه بتحسن؟ حاسه بتحسن في الملفات الخمسه؟ انا هقول لك بقى، خدي انجازات ال 100 يوم. اول حاجه زياده الاسعار. كيلو اللحمه بقى 120 جنيه. ده كيلو اللحمه الضاني بقى دلوقتي، الخرفان في وقت العيد بقى حدث ولا حرج. هروب المستثمرين، وما سمعتش عن مستثمر دخل مصر. عايزه حد على مستوى الجمهوريه يجيب لي اسمه مستثمر جه دخل مصر. كل المستثمرين اللي كانوا موجودين خرجت من مصر. اقول لك على الانجازات، كم البطاله اللي زادت. اقول لك على الشوارع والباعه الجائلين، حدث ولا حرج. وما تقدريش طبعا تتكلمي، لو اتكلمتي هيطلع لك المطوه او السيف. اقول لك على انك عشان تروحي مشوار فعلا بتغني ظلامه بصراحة. يعني أنا بقول لك أنا مش متفائلة، عشان كان في حد بيقول لك متفائل، هو مش عارف هو عايش معانا هنا في مصر ولا يعني. أنا بقول له اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى أعمى. هو أنت بتتكلم عن إيه؟ عن مصر اللي إحنا عايشين فيها. أنت مواطن زيك زينا، العيش لو أنت فكرت تجيبي عيش بعد الساعة 7 الصبح استحالة تلاقي، استحالة تلاقي، وإن جبتيه صدقيني ما بتقدريش تاكلي. أساسا شكرا يا وسام، جمهور بيديني امل، طاقه، بيديني طاقه في الامل، بحاول ادعبس على اي حاجه تديني امل. نخرج بقى، بعتذر عن كل الاتصالات الهاتفيه، والله بحاول كل يوم ان انا اخد راي الجمهور بقدر المستطاع. نشوف بقى منطقه الناصريه، لان زميلنا طارق احمد هناك على الهواء، نشوف هذا التقرير عن اهل الناصريه، هم خارج حسابات هذا الزمن، ونرجع. على بحيرة من مياه الصرف الصحي تعيش حوالي 5500 أسرة حياة غير آدمية في مساكن منطقة الناصرية بغرب مدينة الإسكندرية. ظروف غير إنسانية وإصابات بالمئات بأمراض الصدر والجلد تحيط بسكان المنطقة، لكن الأخطر هو تلك العمارات الآيلة للسقوط بفعل تأثير مياه الصرف الصحي. دي مش عيشة آدميين اللي احنا عايشينها ديت،
لما المجاري دي طفحة ليل ونهار ليل ونهار بيجوا يسلكوها، وبمجرد ما بيطلعوا على الشارع بترجع تطفح تاني. الوباء اللي احنا فيه ليل ونهار دهوت ما احناش عارفين، ننام بالنهار دبان، بالليل ناموس، ناموس بيعمل حساسية للأطفال، بيعمل لنا احنا كبار. ضيق الحال زاد ضيق النفوس ضيقة، فمع انتشار البطالة وقلة فرص العمل بين شباب المنطقة انتشرت البلطجة وأعمال فرض السيطرة. أما عن انتشار السلاح فحدث ولا حرج. بلطجية كتير جدا في المساكن، وبياخدوا العيش من الفران بالبلطجة وبيبيعوه هم العشرة بجنيه، والمفترض ان العشرين بجنيه بيبيعوه العشرة بجنيه، وبياخدوا الانابيب وبيوزعوه بمعرفتهم، الانبوبة المفترض بخمسة جنيه بيبيعوه بخمستاشر جنيه وبعشرين جنيه. وليت ظروف معيشة هؤلاء المواطنين اقتصرت على تلك المشكلات، بل تعدتها لمشكلات اكبر واخطر في التعليم والصحة. لازم يبقى فيه عربية اسعاف فيها، وبعدين مطلوب الامن فيها، ولازم يجي فيها دكاترة، وبعدين الدكاترة دي لازم تتأمن. لا في مدرسين تلاقيهم منتظمين في مدارس، ولا رعاية للطلبة، ولا حاجة أبدا، كل شوية مشاكل مشاكل مشاكل، مفيش انتظام في التعليم. لغاية النهاردة، يمكن النهاردة بقالنا بتاع أسبوعين، الطالب ما خدش حاجة لغاية دلوقتي. أوضاع غير آدمية أرهقت الصغير قبل الكبير، وبقي الأهالي بانتظار نظرة عطف من مسؤولي مدينة الثغر. طارق أحمد، هنا العاصمة. طارق، أنت الآن في الناصرية، التقرير الحقيقة مزعج جدا اللي أنت أرسلته لنا من الناصرية. قول لي الناصرية فين بالضبط؟ في اسكندرية، ومين معاك من أهالي الناصرية؟ نعم أستاذة لميس، نحن هنا في منطقة الناصرية التي تبعد حوالي 40 كيلو مترا عن قلب مدينة الإسكندرية. هذه المنطقة التي تتبع الحي العامرية بها مشكلات بالجملة، مشكلات خطيرة للغاية. الأهالي هنا يعانون كثيرا من مياه الصرف الصحي التي اقتربت من مساكنهم، هذه المساكن التي صارت آيلة للسقوط. كما ذكرت في التقرير، هناك حوالي 5500 أسرة يعيشون في هذه المنطقة، يعانون أشد المعاناة من مشكلات خطيرة جدا. وعلى ما يبدو أن هذه المنطقة سقطت من حسابات الحكومة والوزراء والمسؤولون هنا في الأسكندرية. أنا معي الآن بعض أهالي المنطقة، نحاول أن نقترب وبشدة لنتعرف على المشكلات التي يعانون منها. أولا أتعرف بي حسن جابر حسنين. منطقة الناصرية دي مشكلتها النهاردة بقالها 16 سنة. إحنا كنا كلنا عشوائيات اسكندرية كلها، الناس اللي في الكارانتينا اللي هي كانت بيوتها واقعة وسكت في الكارانتينا، العالم اللي هي كانت بيوتها واقعة في قلب الشوارع، الناس اللي كانت على المحمودية، الناس اللي كانت معدومة ولا لا 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 أي حاجة كانت هترى حضرتك. والمهم السيد المحافظ محمد اللي هو الأسبق، المهم إيه، جابنا هنا وعشنا هنا. إحنا كبني آدمين عايشين محدش حاسس بينا، لأن أنا على جميع المسؤولين رحنا، وبعدين غير كده كمان قعدنا 5 سنين ولا يجوا بتوع الإيجار ولا حد بيتصل بينا ولا حد بيجينا. أولاً إحنا عايزين نعرف بس إيه هي مشكلة الإيجار؟ المشكلة إن إحنا دلوقتي أول ما جابونا قعدنا 5 سنين، 5 سنين ولا يسألوا فينا ولا أي حاجة. المهم اتكسر علينا الفوائد واتكسر علينا الإيجار، وابتدوا بقى يعملوا أواضي، وبقى يجروا الناس الساعة 1 بالليل، الساعة 2 بالليل. وبعدين غير كده كمان العالم من خوفها من رعبها بقت تجري في المزارع، والعالم ولا عارفة تعيش ولا عارفة أي حاجة. غير كده كمان العالم هنا الناس اللي هي الضعيفة جدا، الغلابة اللي بتلم من الزبالة وبتاكل. الحكومة مش حاسة بينا ولا حاسة بالعالم اللي عايشة هنا. بياكلهم بناكلهم العيش اللي هو البيت بتاع البط. في حاجة تانية طارق، خلينا نسمع وجهة نظر تانية يا طارق عشان الوقت لو سمحت. نعم أستاذة لميس، معي أيضا أحد الضيوف. خليه يكلمنا على مشكلة الصرف الصحي بالذات والمية يعاني منها. مشكلة الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي كيف أثرت على الأطفال هنا؟ كيف أصيب الأطفال بالأمراض الخطيرة؟ هل تجدون مستشفى فعلا هنا؟ يوجد مستشفى هنا بس ليس لها وجود. اولا مقفوله طول النهار، بالليل ما فيهاش طوارئ. لو حول المستشفى، حوالين المستشفى نفسه هتلاقي خمامه بشكل يعني وحش. نسبه الامراض هنا قد ايه يا حاج؟ نسبه الامراض معديه 50%. نعم.
معدية 50% ما أمراض عيون وأمراض بطن وأمراض بتاع وحاجات ياما أوي 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 أوي. انتشار الحشرات هنا كالناموس والدبان. حشرات لا تحصى ولا تعد حشرات. أنا عندي 73 سنة، الحشرات اللي شفتها هنا ما شفتهاش في حياتي في أي منطقة. ورا المدرسة اللي احنا بنتكلم منها دي، تعال بص شوف. ابقى معي. هذه استاذه لميس كانت اراء. ابقى معي يا طارق. نعم استاذه لميس، خليك معايا. ابقى معي على الهاتف المهندس عبد المحسن عبد الباري، رئيس شركه المياه والصرف الصحي بالاسكندريه. يا باشمهندس، سمعت مشكله الناصريه واكيد عارفها، هل هناك حلول؟ استاذ عبد المحسن. حضرتك اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. حضرتك سمعت مشكله الناصريه واكيد حضرتك عارفها، هل هناك نعم. حلول عاجله لمشكله الصرف الصحي نعم. والمياه نعم. في طبعا، في اكيد. في امتى؟ هو انا برضو اقول لحضرتك الحمد لله، هو فعلا انا اشكر فعلا المصور ان هو كان امين جدا في تصويره، لان ال جايب الميه جايه منين. ايوه الميه جايه منين وبصورها جايه من الاعمده او القوائم بتاعه العمارات، وسبب في زياده هذه الميه على الطرق كده. احنا بنسميها الناس بترمي على السايح، وانت حضرتك شفتيها مفيش صيانه للعمارات، لان دي عمارات بتاعه محافظه والمفروض بيعملوا فيها الصيانه الاهالي او المحافظه. يعني ده صرف صحي جاي من العمارات المفروض يصرف على المواسير العموميه، صرف في الشارع. حضرتك شفتيها فعلا والراجل مصورها، اشكره على كده قوي. لكن اقول لحضرتك برضو على حاجه، المناطق ديت منطقه العمريه، منطقه زاويه عبد القادر قبل وبحري، منطقه النصريه، منطقه مرغم، معمول لها مشروع متكامل، شبكات ومحطات رفع ومحطة معالجة بالكامل. المفروض كانت تنتهي في 2009. مفيش تمويل، مفهوم مفيش نعم. تمويل. لكن دلوقتي نعم. الناس دي هل هنسيبها في هذا الوضع اللا إنساني؟ لا طبعا حضرتك، يعني هو دي يعني نصلح الأوايم. وفي شايف حضرتك البير نفسه واخد مية، الصورة قدام حضرتك البير واخد مية، لكن المية جاية منين؟ طيب ايوه دلوقتي الحل بقى يا باشمهندس، يعني ماشي الميه جايه من العمارات، انا عايزه حل عاجل، ما نقدرش نستنى لحد ما يجي تمويل وبعدين نقول ما مش هينفع. يعني هنعمل ايه للناس دي دلوقتي؟ حضرتك معمول في نفس المنطقه ده هي 42 كيلو شبكات، الشبكات لسه النهايه بتاعتها لم تنتهي، والناس للاسف الشديد دخلت عليها. واحنا بنقول هدوءا يا حضرات لغايه ما ينتهي المشروع. المفروض المشروع ده هيفتتح في ديسمبر 2013. احنا عربياتنا تحت امرهم في اي وقت برضه، وبنخش نصلح. حضرتك شايف طبعا الصور اللي قدامنا واكيد انت عارفها، هتبعت لا. عربيات لنسح هذه المياه؟ دي منطقه موبوءه يا فندم. حضرتك شوف حضرتك فين ديت كلها نازله على الخطوط بتاعتنا. ايوه انا دلوقتي عايزه حل، انا عايزه حل، الناس دي عايزه حل دلوقتي. ما اقدرش استنى مخطط العظيم للحكومه العظيمه، ما اقدرش، الناس دي هتموت. لا يا فندم لا، احنا نبعت عربيات برضو ونشيل الحاجات ديت وهتشوفيها حضرتك. ايه مشكله المايه؟ ليه في مايه مقطوعه في ميامي والمندره والعصافره؟ لا مش بتاعتي حضرتك معلش، بس انا سامع، هو طبعا شركه الميه غير شركه صرف الصحي، انا سامع ان المأخذ اترمى فيه حاجات مش كويسه فبطلوا محطه من المحطات، ده اللي سامعه. طيب خليك معانا يا باشمهندس طارق، هل سمعت كلام رئيس شركه الصرف الصحي في اسكندريه؟ نعم سمعته استاذه لميس. طيب والناس سمعته، هل عندهم راي اخر؟ هم الباشمهندس قال هنبعت عربيات يعني للنسح، لكن احاول اعرف ردودهم حالا. فضل. احاول اعرف ردودهم حالا. يعني كان معنا مسؤول شركه الصرف الصحي قال انه سيرسل سيارات لكي تقوم بنزح وكشح مياه الصرف الصحي، هل يرضيكم هذا الحل ام انكم تريدون اشياء اخرى وحلول اخرى؟ احنا نريد ان الصرف الصحي ده يتكشف عليه عشان يتعمل مظبوط، لانه مش مظبوط. دي واحد. اتنين، انا بتكلم كمان عن الصحة، لان الاهالي هنا محتاجة النظافة والصحة. في عندنا مركز اسرة الصحة هنا فيها كتير
حجرات وادوات بس مش شغاله مش فعاله. انا طلبت كل المعدات مش موجوده مش موجوده، المعدات موجوده بس مش فعاله. دي واحد. اتنين، هنا الكشف بثلاثة جنيه وما يجيبش علاج، وهنا اسر فقيره تحت الفقر محتاجه لان هم ياخدوا يتعالجوا على نفقه الدوله كمان. عايزين نركز على مشكله الصرف الصحي، ما هي الحلول مره اخرى التي ترضيكم لحل هذه المشكله نهائيا؟ صرف صحي يعني الحلول بان يجي مدير الصرف الصحي والمهندسين يكشفوا على الصرف ويعرفوا ايه السبب عشان يا باشمهندس عبد المحسن، امتى هتبعت لجنه تبص على الناصريه؟ ان شاء الله بكره على طول بشر. طيب بكره علشان نبعت معاك كاميراتنا. بكره طيب طارق هيفضل موجود في اسكندريه في انتظار ان حد من الصرف الصحي يكون موجود هناك لمتابعه هذه اللجنه. يا تبعت بقى عربيات تكسح هذه المياه وتشوف المخطط هيمشي ايه، بس ما ينفعش الناس دي تعيش سنه كمان او سنوي لحد ديسمبر 2013 في الوضع ده. ده صعب جدا. شكرا باشمهندس عبد المحسن عباري رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية. ولسه مشكلة المياه مش عارفين ايه مشكلتها في منطقة ميامي والمندرة والعصفرة. إذن دي كانت فقرتنا النهاردة. نخرج فاصل وبعد الفاصل هنستقبل الأستاذ نادر بكر.